يوم. الله يسلمك حامد، اردك فسؤال اقول لك. ايه تفضل. زين من عفتوا هاي الناس وصعدتوا، شنو السبب؟ يا ناس الناس المفسوخه عقودهم. وين عفتهم بالصحراء؟ ليش انتم مو صعدتوا للمعسكر اشرف لولا؟ والله ما تاخذون غير حكيكم. هذا شلون؟ حكيكم ما تاخذون غير عمي، هنا بعض الظن اثم. شلون بعض الظن اثم؟ والله اشاهد بعينك يقولون لك. ليش انت مو بالمعسكر لولا؟ من يقول لك هذا؟ حامد حكي هذا النفاق ما يخلص. مو النفاق ما يخلص. شوف اسمعنا، انا سيد مهدي اسولف وياك. شوف اسمعنا، اسمع اسمع اسمعنا حامد، اسمعنا حامد. المظاهرات يشهد الله، يشهد الله ورقيبه، ماكو قسما برسول الله. هاي المظاهرات راح تطلع حشدها الناس، تطلع لوزاره سد بيته وجميع المنسقين يحرمون حتى عيشته، لان عافوا الناس، خذوا الناس وصعدوا للمعسكر. حامد صعد المعسكر تلولا، انت صعد المعسكر، انت معسكر اشرف. لا انا بعلام. وثاني شيء اذا يقطع السيفه ما حد يسوي فضل علي، انا رجاك وتعرف ولا كذا. وصح فضل على الجميع بالنسبه لي، لا تعيش على النتيجه ولا عيش على المعسكرات. بس انا كضميري يعلمني انا عقوق العالم، فما اسوي يا حجي. مو انت، انا كضميري يعني هاي الناس لا مو تعمل من غيرك. ليش مو قالوا حامد الكوفي صعد المعسكر؟ لا حجي ما لك علاقه بالحكي. خير ان شاء الله، الله كريم. الله يسلمك. سمعت الشباب؟ يقول انا ما صعد المعسكر، هذا ابو زهراء، هذا حامد الكوفي، وهذا ابو زهراء، هذا حامد الكوفي نفسيته، وهذا حسن صلاح، هذا ابو زهراء، وهذا ابو الشجاع. كلها انتصلت بيهم، ومطيزين الوضعية. خلي غير عندكم وطلعوا بعد غير هذا الشيء.